الرسم يأخذ الروح بعيداً عن غبار الحياة. فقرتنا التالية هي الرسم المباشر، فلنرحب بالرسامة آمنة بني عيسى. التي تحب الكتابة، ظريفة ومتعاطفة، غامضة في بعض الأحيان، ولديها حياة مليئة بالألوان أكثر من أي أنثى أخرى. لنستكمل فقرة إناث الكتابة مع الكاتبة رحمة ناصر. استدرجتني الأوهام، لننتقل إلى الكاتبة الشغوفة رزان أبو هنية. يقطفك العاشق لمعشوقته بفرض الرومانسية عليه، تسحقها هي بدفتر الحب بفرض الذكريات عليها، يقتلعك الولد المشاغب بفرض الفقد لديه. ولو جلست أعدد ما يحصل للورد المتاح سيشع الصباح في رأسي، سيشع الصباح في رأسي. لذلك سأتوجه للحقيقة، هناك حيث أراكم تعتنون بشوك الوردة جيدا لتفضحوا أمره في نهاية المطاف، ويلكم من وردة قد ذبلت بتلاتها. لا
الصباح بكل نجاح، ليختارك قطر الندى فتصبحي وردة يقال بها المثل من عظمتها. اقتباس من ذلك العقل الذي يشغله بالشروط. مرة أخرى نستضيف الكاتبة رحمة ناصر. أصبحت كمدينة اشتياق ممتلئة بالفراغ، يحيطني الهدوء بطعم الآهات، وأتلذذ بسماع الصمت يستوطنني فجعلني أكفر بإحدى الشخصيات. أصابني الجنون، تكاثرت بداخلي الأفكار، فها أنا بدأت بالذهول. استدرت إلى إحدى الجدران لعلي أستقيم، فما إن اتكأت عليها حتى وجدتني هامدة على الأرض بلا حرك. أصابني الجنون، تكاثرت بداخل الأفكار، تتسارع أنفاسي، يزداد الشياط، يجرفني التيار إلى آخر المطاف، تصافحني الأحزان فلا أكترث لما حدث أو كان، ويستمر الحطام ويتلذذ بسفك دمي وقتلي ببطء دمر الصبر حينما استكنت عليه بسلام وأمان. كنت شخصا عابرا هش القوام، نحيل الجسد تفتت مئات المرات، وما زلت أتآكل وأتظاهر بالقوة والثبات، وأنا في الحقيقة جسدا بلا روح، مت وأنا على قيد الحياة. أمل ألم، حرب حب، حياة وموت، جميعها تتكاثر في داخلي، تيقظني من غفوتي، تعانقني، تصحبني إلى آخر المطاف، تأخذ بيدي إلى حافة جبل جارق. أصرخ وأقول بكل أنفاسي، أرقصي أيتها الحياة على أحزانك، وأعزفي من شهقات البكاء لحنا يطرب أشياني، وأرسمي على وجنتيك لوحة للحزن يا أسيرة الأحزان. فالليل مهما طار سنبدأ وسنشرق من جديد. ترسم البسمة على شفاه الجميع بنصوصها، خططها أنا منها. فلنرحب بالكاتبة ربا صغير. انهضي عزيزتي، لا شيء يستحق سقوطك وحتى ميولك. واجهي هذا العالم بمآسيه ومتاعبه، فأنت أكبر عدو له. أخبريهم كيف يبدو غار الألم الذي سقطت به. كان أشد حماوة من دموعي الآن، وأشد قساوة من حديثك الآن. فليكن أنت الآن أقوى من تلك الكلمات. أخبريهم عما يحدث في قلبك. حسنا، أنصتوا إلي جيدا، لا أشعر بأي شيء، أنا فقط أدرك أنني لها. نعم أنا لها،
كدت تمكني من التحكم بنهوضي، لكن لم أرى لمعة الأمل، لم أرى لمعة الأمل، لم أرى يدا تمد لمساعدتي، وأنا في أضعف المواقف التي ألاقيها وحدي. أهذا الذي يدرج تحت مسمى الصلابة؟ أهذا الذي يدرج تحت مسمى الصلابة؟ نعم، لقد كنت صلبة من الخارج وهشة من الداخل. لم أعد أستطيع المقاومة بعد الآن، لكن سأترك أثرا ليوضح عدم هزيمتي. عزيزتي انهضي، فأنت لم تنهي بعد المجازفة. من يعلم ربما هنالك قوة وراء حاجز الضعف. انهضي، قاومي، جازفي، وواجهي. أنت الفكرة، أنت الهدف.